خلينا نروح بقى نتابع مع حضراتكم مرة تانية احتفالات شم النسيم، نشوف بقى زميلتنا لمياء حامدين في احتفالات الناس في شم النسيم حديقة الأورمان. صباح الخير يا لمياء، وكل سنة وانتي طيبة، وقولي لنا بقى ايه الأخبار عندك. أسمى، صباح الخير عليكي وعلى كل مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة وكل العالم بخير بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم. بالفعل بتحدث إليكم الآن من داخل حديقة الأورمان اللي فتحت أبوابها من الساعة 8 لحد الساعة 3:30 كل يوم. 34 غابة شجرية مفتوحة في كل المحافظات لاستقبال الجمهور. بالنسبة لحديقة الأورمان، تم تجهيز المسطحات الخضراء اللي بيها، تم تجديد حديقة الأطفال ومنطقة الألعاب للأطفال، أيضا الاهتمام بال الأشجار النادرة الموجودة بالحديقة. أيضا حديقة الأورمان تضم معرض الزهور من 18/3 وحتى 2/5 القادم. الوضع بالنسبة للناس، الجميع بيحتفلوا، الناس معاها الفسيخ ومعاها الرنجة ومعاها البصل، وبتحتفل مبسوطة بعيد الربيع، ولكن يظل في القلب غصة للأحداث اللي حصلت للكنيسة في الإسكندرية وفي طنطا، ولكن هي عادة والناس لازم تخرج والناس لازم يعني تواصل حياتها مرة أخرى. طيب الحقيقة بالتأكيد الناس كلها هتواصل حياتها والناس كلها هتحتفل، وشكرا يا لمياء، واحتفلي مع الناس كده وخليكي وسطهم وانقلي لنا دايما الصورة. هتكون أكيد معاكي وهتكون مع حضراتكم طول اليوم، هنبقى يعني في تواصل ثانية بثانية طبعا على أونلاين. خلونا بقى نخرج لفاصل ونرجع نكمل احتفالاتنا. يوم خاص جدا شم النسيم، عيد الربيع، كل سنة واحنا كلنا طيبين.